السيدات والسادة الأطر الإدارية والتربوية العاملة بالمؤسسات التعليمية، السيد رئيس الفيدرالية الإقليمية لجمعية آباء وأولياء التلاميذ، السيدات والسادة رؤساء الجمعيات الشريكة والعاملة في مجال الإعاقة، السيدات والسادة ممثلي جمعيات المجتمع المدني بالإقليم، عزيزاتي التلميذات إذا كانوا هنا من طبيعة الحال، أعزائي التلاميذ، أيها الحضور الكريم، إنه لمن دواعي السرور أن أقف أمامكم في هذا اليوم المشهود في هذا الفضاء الجميل، فضاء العلم والمعرفة، لأعبر لكم عن تكريس كل طاقاتي خدمة لمنظومة التربية والتكوين بهذا الإقليم بكل تفاني ونكران للذات، بغية الارتقاء به نحو آفاق تضمن له النجاة وتتيح له سبل التألق في تعبئة شاملة لمختلف مكوناته الفاعلة والنشطة، وانفتاح إيجابي على محيطه الثقافي والاقتصادي والاجتماعي من أجل النهوض بهذه المنظومة وتطويرها في شتى المجالات. وبالمناسبة أغتنم الفرصة لأعبر لكم عن خالص شكري للسيد العام المحترم على الدعم الكبير الذي يوليه من أجل تنمية التعليم بالإقبال العزيز والنهوض به، وكذلك عن الاستقبال الذي استقبلني في هذا الإقليم العزيز علي. أيها الحضور الكريم، أود في البداية أن أرحب بكم جميعا، فمرحبا وشكرا لكم على تلبية الدعوة كل باسمه وصفته. انسجاما مع مقتضيات القانون الإطار 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يجسد إطارا تعاقديا ملزما لتنزيل اختيارات والأهداف الاستراتيجية الكبرى، إطار فعاليات الحملة التواصلية الجهوية حول التربية الدامجة تحت شعار التربية الدامجة حق وعيش مشترك، التي أعطيت انطلاق المصلحة على إلفاء مجموعة من القواعد ومن الترتيبات التي سوف نراها في عند السيد أنور البوكيلي. كما قلت بأن هذا المخطط الذي وضعته الأكاديمية